السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. موتورولا موتور ريزر 2022، هذا الجهاز الخرافي القابل للطي. سنتعرف على مواصفاته الكاملة وعلى السعر الرسمي الذي ينزل به، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لتضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجيا أولا بأول. ومع فتح العلبة أول ما نجده هو الموتورولا موتور ريزر 2022 بهذا التصميم المميز للغاية والشاشة القابلة للطي. هذه الشاشة تأتينا بمزايا كثيرة من نوع فولدبل بي اوليد مع وان بي كولر، وتدعم الريفرش ريت تردد 144 هرتز. حجمها 6.7 انش، ما هي مفتوحة كما نجد الشاشة صغيرة التي بإمكاننا أن نضع فيها الساعة أو التحكم في النوتيفيكيشنز حتى التحكم في التطبيقات. فعلا هذه الشاشة مفيدة للغاية. بالنسبة لبقية محتويات العلبة، نجد كيس بلاستيك شفاف لحماية الهاتف، هذا هو. بعدها نجد الشاحن السريع الذي يأتينا بسرعة 33 واط. نجد هنا في هذا الصندوق الأسود الصغير مجموعة الكتب المانوالز الخاصة بالجهاز. وفي الأخير نجد كيبل الشحن. كيبل الشحن أصدقائي هنا يأتينا من نوع USB Type-C. هذه هي كل محتويات علبة الموتورولا موتور ريزر 2022. بالنسبة للسعر الرسمي الذي ينزل به هذا الجهاز الخارق هو 860 يورو، ما يعادل 880 دولار. سعر ممتاز جدا مقارنة بالمواصفات التي يقدمها الجهاز، وخاصة هذه التكنولوجيا الرائعة على مستوى الشاشة. اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.